الوقت الآخر في البرنامج أخوي مفلح، فعندنا مرام جي، وكذلك عندنا اللي فازوا معنا اليوم بزيت جوفاب، وكذلك عندنا بنت أبوي، وكذلك عندنا المتفائلة بالله اللي فازوا معنا في الساحب. اي نعم، وريم من الهاشتاج 20 جنت 20، وكذلك دقيقة بس، عندي هنا تغريدة. وعندنا حرف الان نورة فازت معنا كذلك في السحب، وعندنا سلمى فازت معنا في السحب كذلك، وعندنا نور العين، والاف او حرف الفاء. المشكلة شوف شجر عندي هنا الاسم، هنا تقدر تشوفه انت، يمكن تشوفك احسن مني. خل البس النظارات. طبعا حرف الفاء يمكن هي الوحيدة، لكن اي حرف الاسم على الطويل هنا بالانجليزي ما هي. وكذلك حطيت الرقم انت ال اي، خلينا بكلمك. محطوط على الشاشه. لا ما حط. لا لا شوف، هذا هو. لا هذا الرقم. رقم ثاني يا مخرجنا الحبيب. هذا رقم تليفون الجوائز واتس فقط، يستقبل ولا يرسل. يا سلام. رجاء اكرر، حرف الان ترى بالانجليزي. معليش ابو عبد العزيز، خلينا اوضح هذه النقطه. سم سم سم، اذا اربكتونا اشتركت بعدم أداء الأمانة أننا نوصل للفائزين جوائزهم. رجاء لا يرسل للي فاز، اللي سمع اسمه يرسل لنا اسمه بتويتر واسمه الصريح والعنوان حتى نرسل له، وحتى اللي فازوا والحلقة السابقة يرسلون لنا اسمهم على الواتس. نبي نبدأ من جديد، اللي فازوا والحلقة السابقة يرسلون لنا الأسماء اللي هم 15 على هذا الواتس، ويبشرون إن شاء الله بساعدهم. هنا اصبروا علينا، لا تشبون علينا، تكفون يا جماعه، لان عندنا حقيقه والله رباكن قوي، خلال اسبوع تصلكم ان شاء الله الجاي. حط الرقم على الشاشه، حط الرقم. عندنا هنا كذلك في السحب فاز معنا رفا. نعم. وكذلك ام تميم، ام ثامر ورفا، كلها ارسلتها لك يا ابو. والتواصل مع عبر الواتساب هذا الاسم اللي ذكرناها الآن، 10 أسماء ذكرناها على الواتساب هذا، وغير 7 أسماء الماضية. لا 15، ال 15 الماضيين. اه زين، 15 الماضيين واللي هم اليوم العشرة يرسلون أسماءهم صريحة والاسم اللي بالواتس. وأكرر رجاء لا تربكوننا، لا يرسل إلا اللي فاز. جزاكم الله خير، شكرا. بيض الله وجهك. الله حيث. وفي أمان الله. إلى فقرة أخونا مفلح، السلام عليكم.